السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو النهاردة إن شاء الله بشكل مختصر عن غيبوبة السكر الواطي وغيبوبة السكر المرتفع، إيه الفرق بين الاتنين وإيه الأعراض وإزاي أتصرف وإيه الإسعافات الأولية اللي المفروض أعملها. بداية السكر المنخفض له أعراض معظم الناس يعرفها، زي عرقان في الجبهة والرأس، زي تنميل في الأطراف ورعشة في الإيدين، وبيبقى فيه جوع شديد وفي دقات قلب بتكون سريعة جدا مع ضعفها، كذلك معدل التنفس بيكون سريع لكن ضعيف. والعرض ده بيتشابه في الحالتين، سكر في غيبوبة السكر العالي والسكر المنخفض. أما فقدان الوعي بيكون في السكر المنخفض بشكل سريع، فقدان الوعي في السكر العالي بيكون بشكل بطيء. في السكر العالي بيكون فيه جفاف في الجلد وجفاف في الحلق مع عطش شديد مع رائحة نفاذة. في السكر المنخفض بيكون فيه رطوبة في الحلق لكن ما يكونش فيه تقريبا رائحة مميزة. طيب أنا أتصرف إزاي في الحالتين لو التبس عليا الأمر؟ أنا بتعامل على أساس إن دي غيبوبة سكر واطي، لأن السكر المنخفض خطير جدا عن السكر المرتفع، لأننا عارفين إن الدماغ المخ بيكون أكتر في الأعضاء تأثرا بانخفاض السكر، لأنه بيحتاج كمية سكريات كتيرة وأكسجين كتيرة. لذلك أنا بشوف المرافق اللي معايا لو هو في غيبوبه تامه فيفضل ان انا انقله بسرعه للمستشفى، واثناء الطريق ممكن احط تحت اللسان سكر او عسل لانه مش هيكون قادر على البلع. اما لو كان المريض منتبه نسبيا فانا بديله اي حاجه محليه سكر او ما الى ذلك عشان يبدا ينتبه ويفوق. دي معلومات سريعه حبيت اشارك معاكم بيها في الدقيقتين دول، ارجو ان الكل يستفيد والكل يشارك المقطع ده عشان تعم الفائدة للجميع. وشكرا لكم، السلام عليكم.